شجع مصر عشان اشوف يعني اعرف عنها اكتر وكده، فهشجعها هي. السودان ما تأهلتش لكاس امم افريقيا، فانا هشجع منتخب الجزائر. انا اشجع مصر كده، انا عايش بمصر كده. بقول محمد صلاح هو الافضل، لعبته كبيره في الكوره وفاز ببطوله بتاعت افضل لاعب برضه. كهربا، شيكابالا، عبد الله السعيد، الشناوي. انا اشجع محمد ابو تريكة على 10 سنين كده. الكاميرون برضه عندهم يعني لعيبه ما شاء الله، الكاميرون قويين. مش كل اي مباراه اروح على طول، لكن بس لو في مباراه معينه كده زي مصر والجزائر او مصر والكاميرون حاجه زي كده اروح. نفسي التذكره تبقى ب 100 كده، ممكن اروح الاستاد.